عالم الأسلحة النارية. الحلقة 7. العنوان: سميث أند ويسون إم أند بي، السلاح الناري الأسطوري في العصر الحديث. مقدمة: يعد سميث وويسون إم أند بي، وهو اختصار لام ميليتاري وبوليس، سلاحا ناريا مشهورا اكتسب مكانته في التاريخ كسلاح موثوق ومتعدد الاستخدامات. تستكشف هذه الحلقة أصول وميزات وأهمية سميث وويسون إم أند بي، مع تسليط الضوء على تأثيره على تطبيق القانون والقوات المسلحة في جميع أنحاء العالم. الأصول والتصميم. تعود جذور سميث وويسون إم أند بي إلى أوائل القرن العشرين، عندما أعربت وكالات إنفاذ القانون عن الحاجة إلى مسدس أكثر عملية وسهل الاستخدام، ردا على ذلك قدمت شركة سميث وويسون مسدس إم أند بي في عام 1899. وعلى مر السنين خضع التصميم والتكنولوجيا وراء إم أند بي لتحديثات كبيرة، مع التكرار الحديث إم أند بي 2.0 الذي يوفر أداء محسنا وبيئة عمل. الميزات والتنوع. تكمن إحدى نقاط القوة الأساسية لام إم أند بي في تنوعها، متوفر في عيارات مختلفة بما في ذلك 9 ملم و.40 SNW و.45 ACP، ويقدم إم أند بي مجموعة واسعة من الخيارات لتناسب التفضيلات والمتطلبات المختلفة. يتيح تصميمه المعياري للمستخدمين تخصيص المقابض والأشرطة الخلفية وحتى أطوال الشرائح، ممن يضمن ملائمة مخصصة وتحكما مثاليا أثناء الاستخدام. تشتهر إم أند بي ببنيتها القوية وموثوقيتها. يوفر إطار البوليمر المتانة، بينما تعمل شريحة الفولاذ المقاوم للصدأ على تعزيز مقاومة التآكل والتآكل. يوفر عمل المسدس الذي يطلقه المهاجم سحبا ثابتا للزناد، ممن يساهم في إطلاق النار بدقة في المواقف الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز إم أند بي بإيقاف منزلق يمكن استخدامه بكلتا اليدين وإصدار مجلة قابل للعكس، ممن يستوعب كلا من الرماة الأيمن والأيسر. دلالة: لقد أحدثت شركة سميث وويسون إم أند بي علامة لا تمحى في دوائر إنفاذ القانون والدوائر العسكرية. لقد جعلت موثوقيتها ودقتها وسهولة استخدامها خيارا شائعا بين المحترفين في جميع أنحاء العالم. وقد تبنت العديد من وكالة إنفاذ القانون، بما في ذلك دورية حدود الولايات المتحدة والشرطة الفيدرالية الأسترالية، إم أند بي كسلاح قياسي لها. علاوة على ذلك، لا ينبغي لنا أن نتجاهل جاذبية إم أند بي المدنية.
بفضل مجموعتها الواسعة من النماذج، تلبي MNP احتياجات عشاق الأسلحة الملتزمين بالقانون، والرماة التنافسيين، والأفراد الذين يبحثون عن خيارات موثوقة للدفاع عن النفس. إن سمعتها من حيث الجودة والأداء جعلتها اسماً مألوفاً موثوقاً به بين عشاق الأسلحة النارية. خاتمة. يعد سميث وويسون MNP سلاحا ناريا أسطوريا تم تطويره وتكييفه لتلبية احتياجات القوات المسلحة ووكالة إنفاذ القانون والمدنيين على حد سواء. لقد عززت موثوقيتها وتعدد استخداماتها وميزاتها سهلة الاستخدام مكانتها كرفيق موثوق به في المواقف الصعبة. سواء تم استخدامها من قبل محترفين أو متحمسين، فإن سميث أند ويسون MNP تواصل ترك بصمتها على مشهد الأسلحة النارية، ممن يجسد الالتزام بالتميز والابتكار الذي ميز سميث أند ويسون لأكثر من قرن من الزمن. لكم جميعا للمتابعة وحسن الإصغاء، وإذا كان لديكم أي أسئلة فلا تترددوا لطرحها، وللمزيد من التفاصيل عن هذه الحلقة أو أي حلقة من حلقاتنا على قناة الدروس المفيدة فبإمكانكم زيارة موقعنا الموجود في صندوق الوصف، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.